الشعبي، وذلك في ظل القيمة الرمزية للمبلغ المتنازل عنه مقارنة بالامتيازات المادية والمعنوية العديدة التي يستفيد منها إطارات الدولة، في وقت ينتظر المواطن مزيدا من النزاهة والفعالية في التسيير. أمينة بن نبي. ما يقارب 5 مليون سنتيم هي القيمة التي قرر وزراء حكومة سلال التنازل عنها من إجمالي رواتبهم، فأجورهم التي تحدد بمرسوم رئاسي غير معلن أو منشور في الجريدة الرسمية تقدر ب40 مليون سنتيم بحسب أكثر من مصدر. هنا بإقامة الدولة بنادي الصنوبر غرب الجزائر العاصمة، يقطن حوالي 400 مسؤول سامي من وزراء حاليون وسابقون ومدراء عامون وإطارة دولة، إقامة ليست كباقي الإقامات، حيث تسخر لها الدولة ملايير الدينارات من أجل التكفل بأبسط حاجيات النزلاء. وبحسب آخر الأرقام الرسمية المدرجة في مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، فإن إدارة إقامة الدولة صرفت لوحدها 1.5 مليار دينار، فالساكن هنا معفى من دفع ما يلي: فاتورة الكهرباء والغاز، فاتورة المياه، فاتورة الهاتف، وفاتورة الانترنت، وحتى أثاث ومفروشات المنازل تكون على عاتق الخزينة العمومية. المجانية لا تقتصر على الإقامة والخدمات، بل تتعداها إلى سيارتان على الأقل يستفيد منها المسؤولون، بنزين سياراتهم يكون أيضا بالمجان، تذاكر السفر عليها تخفيضات ب50%، تنازل الوزراء على نسبة 10% من رواتبهم دون احتساب العلاوات والامتيازات الممنوحة من قبل الدولة، قرار قابله المواطن بجملة مفادها: لن نريد التنازل ب10% من راتبكم، بل نريد 100% من النزاهة والشفافية.